خلينا نروح نشوف أهم الأخبار العالمية والمحلية وأخبار محترفينا في الخارج. فيتو اتحاد الكرة يرفض طلب أجري وبإقامة مباراة ودية في يناير. اليوم السابع أجري يطلب مواجهة كبار أفريقيا ويستبعد العرب من ودية مارس. الشروق اتحاد الكرة يضع سياسة جديدة لحضور الجماهير مباراة الدوري. الفجر عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدوري المصري. البوابة نيوز المنتخب الأولمبي يعسكر في أسبانيا ويواجه هولندا في مارس المقبل. بوابة الأخبار مدرب الإسماعيلي يعتذر للجماهير. الشروق عرض سعودي جديد لتريزيجيه. سكاي نيوز تصريح مهين من بيلي بحق ميسي. أس مورينيو راشفورد مقاتل ولا تقارنوننا بجيل نيسر روي وروي كين. سبورت 360 سولاري يصدم جماهير ريال مدريد برفضه ضم لاعبين جدد.